وفي الشأن اليمني، التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لبحث سبل الدفع لاستئناف المشاورات اليمنية، وجرى خلال اللقاء بحث الملفات العسكرية والسياسية وعلى رأسها الإنسانية في اليمن. في إطار جولته التي شملت عددا من بلدان الشرق الأوسط، بحث ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في جدة الأوضاع في اليمن. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن بوغدانوف وولد الشيخ أحمد تبادلا وجهات النظر بخصوص الأزمة في اليمن، وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية. ويهدف اللقاء بين بوغدانوف وولد الشيخ أحمد إلى استئناف العملية التفاوضية تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان مبعوث الرئيس الروسي قد التقى في وقت سابق مع وزيري الدفاع والخارجية السعوديين في جدة، وبحث معهما الأزمة السورية وأفاق التعاون الثنائي. وتأتي زيارة بوغدانوف إلى السعودية في إطار جولة موسعة يقوم بها في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وقد أجرى بوغدانوف خلالها مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني ورئيس مكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والمعارض السوري أحمد معاذ الخطيب ووزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي ووزيري الدفاع والخارجية القطريين.